أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الانتفاضة العربية التي نخصصها لحرب الإبادة التي تتعرض لها حلب في هذه التغطية المباشرة. للوقوف على تفاصيل ما يحدث في حلب أرحب بضيفي هنا في الاستوديو دكتور أحمد عجاج الكاتب والباحث. أهلا بك دكتور أحمد معنا. بداية كيف تعلق على هذه المجازر وحرب الإبادة إذا صح التوصيف التي يتعرض لها المدنيون في حلب؟ يعني الحقيقة شيء مؤسف جدا ويدمي القلب، لكن اللي بيراجع تطورات الحرب الأهلية أو حرب التحرر السورية التي أنا أود أن أقول عنها هي عملية تصعيد في الوحشية. يعني هي تتدرج في الوحشية من شيء معقول إلى شيء غير معقول إلى شيء فظيع. يعني ما يجري الآن هو يعني إداني بكل المقاييس لكل شيء ما هو فيه إنساني. يعني عندما أنت ترين أن العرب يحتفلون بسقوط حلب والمسلمين يعني محجبات وغيرهم يحتفلون بسقوط حلب، وحلب عندما تسقط نحن نشاهدها على التلفاز، يعني نحن نشاهد كيف يقتل الصغار وكيف تدمر البيوت وكيف تقصف الأحياء، يعني شيء مذهل جدا. صحيح. اللي أنا أقوله أنه يبدو هناك صمت عربي وصمت دولي واضح جدا، وهذا الصمت العربي الدولي لا يفسر إلا بطريقتين، إما بطريقة عجز يعني عن فعل أي شيء، وأنا أقول بالنسبة للدولة هذا غير ممكن، قد أفهمه بالنسبة للواقع العربي، أو أن هناك ما بعد حلب، يعني هناك توجه عام لدى السياسيين أن الأزمة السورية لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه ويجب القضاء على الإسلاميين اللي يسمونهم متطرفين، وبعدها تصبح هناك تسوية. ونحن نعرف أن هناك مفاوضات جرت يعني على الفترات السنة الماضية وفي الفترة الأخيرة بين إيران وتركيا حول إيجاد تسوية، وكانت العقبة الرئيسية فيها هي الأسد. أنا أعتقد أن هذا التطور الذي نشاهده في حلب يجب أن نفهم ضمن هذه الصورة، لكن أنا اللي بيخوفني دائما وأقول أن الإيرانيون هم الآن الذين يسيطرون على الأرض. صح روسيا تسيطر على السماء، لكن الإيرانيون يسيطرون على الأرض، ومن يسيطر على الأرض هو الذي يفرض أوراق التسوية، وهذا شيء مؤسف جدا أن نقوله بالنسبة للشعب السوري الذي ضحى كثيرا. صحيح. لكن هل تنتهي الحرب أو تنتهي هذه المأساة التي نراها بانتصار إيراني ميليشياوي روسي؟ أنا لا أعتقد أن هذا الشعب الذي ضحى الكثير سيجلس ويدع هؤلاء يسيطرون على كل شيء. نعم. المسألة لم تزل في بدايتها. نعم، يعني أمام هذه المشاهد المأساوية التي نراها دكتور أحمد، وإن كانت ستقود لأي حل سلمي أو يراد منها بعد ذلك، يعني هل نستطيع أن نقول بأن هناك رضا دولي وإقليمي وعربي فعليا على قتل المدنيين بهذه الطريقة في حلب وصولا لأي تسوية تلوح بالأفق؟ يعني مثل ما قلت لك يجب أن نكون يعني منصفين، هناك نوع من العجز موجود لدى العرب. هو العجز رضا في النهاية. لا، العجز أو العجز ولا تستطيعين أن تفعلي شيء، لأنه إذا فعلت شيء قد تكون الأضرار عليك أكثر بكثير. خذي الموقف في التركي. أنا لا يعني لا أبرئهم لأنه وقعوا في أخطاء كثيرة، يعني ماذا بوسعهم أن يفعلون؟ ولكن هل حتى يعني انظري الى الموقف السعودي ماذا بيفهم ان يفعل، ولكن حتى من قبيل يعني من قبيل العجز، ان كان الموضوع عجز وليس رضا، الا نستمع لادانات رسميه يعني على الاقل تدين مثل ارتكاب هذه المجازر؟ لا، يوجد ادانات، يوجد ادانات، ادانات خجوله جدا. نعم، وتاتي في سياق مؤتمرات، وهناك دعوات لعقد الجمعيه العموميه ولا اخره. يعني انا اقول كل هذه الامور لا تجدي، يعني وهناك وزير الخارجيه القطري صرح انه سقوط حلب ليست نهايه دعمنا للمعارضه السوريه. سقوط حلب هي يعني مثل ما تقولي مرحلة من مراحل في النزاع، ويجب أن لا نيأس، لكن ما يجعلنا نتألم كثيرا، وأنا أقول نتألم كثيرا، هذه المناظر المروعة والتي ستحفر يعني ثلما في قلوبنا، والتي ستعمق الشرخ الطائفي إلى أقصى درجاته. أنا لا أتصور بعد اليوم أنه كيف يمكن أن هؤلاء الجماعات الإثنية أن تتعايش مع بعضها. أنا لا أتصور يعني كيف هؤلاء يحتفلون بسقوط المدنيين والأبرياء. هذا الشيء المؤسف وهذا الشيء الخطير للمستقبل في المنطقة. يعني لا يمكن هذه المنطقة أن تعيش في ظل هذه الوحشية السادية التي نشاهدها. يعني نعم. مررنا بكثير من الحروب لكن لم نصل لهذه الدرجة من الوحشية. نعم، دعنا نستمع دكتور أحمد لاستغاثة بعض النشطاء من حلب، حيث أطلق النشطاء والصحفيون من داخل مدينة حلب حملة النداء الأخير للتعريف بحجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون، أو أكثر من 100,000 إنسان محاصر داخل 2 كيلومتر مربع. نتابع. أكبر من أنه يتخيلوا عقل.
الشيء اللي عم صير بحلب هو كارثي بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. الشيء اللي عم صير اكبر من انه يتخيلوا عقل. عندنا عشرات العوائل قاعدين بالشوارع تحت المطر وتحت القذائف، في جثث بالشوارع، في عندنا عشرات الشهداء والجرحى، وفي عندنا 100,000 انسان محاصرين بداخل حلب المحاصره. هدول ال 100,000 محاصر برقعه جغرافيه اربعه احياء بقيوا فيها، عم يضيق الخناق عليهم اكثر واكثر. قذيفه هاون ممكن ترتكب مجزره بحق عشرات العوائل. 100,000 مدني محصورين برقعه جغرافيه كثير صغيره وعم ينتظروا مصيرهم المجهول، كارثه انسانيه كثير كبيره رح تحل فيهم اذا ما تدخلنا. بدنا الكل ينتفض لحلب، الكل يغضب لحلب، كل حدا جوا او برا له تواصل مع اي هيئه او منظمه تستطيع انه تحكي دوله او تضغط على المجتمع الدولي انه يحاول ولو على المقلة اخراج المدنيين من داخل مدينة حلب ويصمدوا الثوار فيها حتى اللحظة. من نادي الجميع للانتفاضة لحلب اللي جوا واللي برا، من نادي كل حدا صاحب نخوة من قائد فصيل او ثورجي موجود داخل مدينة حلب او خارجها انه ينتفض اليوم لحلب، لانه حلب قدام كارثة انسانية كتير كبيرة. انا ما رح نادي وما رح حكي الامم المتحدة، لان الامم المتحدة حاطة راسها بالتراب مثل النعام. ما رح نادي العرب، لانه العرب اكثر شيء بيطلع بايدهم انهم يعربوا عن قلقهم وحزنهم على عم يصير بحلب. انا بدي نادي اولاد البلد السوريين، يا عناصر الفصائل، قادة الفصائل يئسنا من منادات ناديناهم كثير، وكل ما ناديناهم بالشرق بيجاوبونا من الغرب، بناديهم يتوحدوا بكونوا انفصلوا اكثر واكثر. كنا بنتمنى نشوف قائد فصيل واحد شجاع يطلع يحكي للناس اللي عم يصير، يطلع يحكي للمدنيين خططهم، يطلع يفاوض على الاقل مشان اخراج المدنيين والجرحى من داخل حلب لخارجها. للاسف ما شفنا ولا قائد شجاع بيستحق الاحترام. من هيك بدي احكي العناصر، عناصر الفصائل تمردوا على قادتكم. بتمنى انه الكل يتمرد على القاضي ونتحرك كلياتنا باتجاه حلب من شان على الاقل نطلع المدنيين ونطلع الجرحى من داخل حلب، لانه لو بقوا راح تصير مجزره من اكبر مجازر الثوره السوريه. الكل يتمرد، اطلعوا كلياتكم، حاج نقاتل من شان اسم الفصيل واسم القائد، حاج خلينا نقاتل لله ولو مره وحده ونتحرك كلياتنا غصب عن قادتنا بدونهم، نتحرك من شان نحاول نساعد المدنيين اللي جوا حلب. اليوم اذا ما تحركت نخوتنا رح نشوف لا سمح الله اخواتنا عم يغتصبون النظام والميليشيات الطائفيه داخل مدينه حلب. تصور اختك جوا حلب وعم يعتقلها النظام او يغتصبها او يأسرها. مشان الله بدنا الكل، كل حد عم يسمعنا هلا، ينتفض كرمال حلب ولو بهاشتاج ولو على التواصل الاجتماعي على اي وسيله يقدر يضغط فيها لحتى ينقذ المدنيين داخل مدينه حلب. يعني سأنتقل لنقطة هامة جدا تحدث خلالها النشطاء أو تحدث عنها النشطاء، من أهمها الموضوع أنه الحلبيين أو السوريين فعليا نفضوا أيديهم من المجتمع الدولي ومن العرب ودعوا حتى للتمرد داخل حلب. ولكن هذا يقودنا لسؤال، تحدثنا عن الموقف الرسمي الذي ربما العربي الذي له مبرراته الغير مقبولة. لا بشكل لا يوجد مبررات مقبولة، غير مقبولة يعني طبعا، لكن هي التي تقدم. نعم. الشعوب العربية أين هي؟ يعني هي انتفضت للعراق، انتفضت لفلسطين، يعني على الأقل جغرافيا إنسانيا، لماذا الشعوب العربية لا تتحرك لما يحدث في حلب؟ يعني هل المشاهد غير كافية لينتفض الشعب العربي على الأقل إنسانيا، ليس لجانب المعارضة السورية؟ نعم. ما في شك أنه هذا يحتاج إلى علماء نفس يدرسوه، يعني اللي عم نشاهده. كلامك صحيح، ولا يمكن لأي إنسان أن يجيب إجابي يعني سليمي على هذا الموضوع، لكن أنا أقول أنه ما نشاهده الآن منذ بداية الربيع العربي حتى الآن هو قتل الروح العربية، هو قتل الروح الإسلامية، قتل روح أنك أنت تظهر إلى الحرية ولإظهار هذه البشاعة بأنه إذا أنت تحررت وإذا طلبت بحرية وطلبت بعدالة فمصيرك سيكون هكذا. أما الناس الذين هم الآن يتظاهرون ويمرحون ويفرحون لسقوط حلب، هم بذاتهم ضحايا ولكن لا يشعرون بذلك، لأنه عندما يقتل الإنسان أمامهم ولا يدرون أن هذا القتل هو يوما ما سيصيبهم، بالأحرى هم عندهم مشكلة نفسية أخرى أيضا، لأنه الحقيقة لا أستطيع ماذا أقول لك، يعني الوضع في منتهى المأساوية، في منتهى لم يعني في تاريخنا كله لم نرى مثل ذلك. منذ زمن طويل عندما اشتحل التتار بلادنا كان يأتي رجل ويخبرنا عما حدث، لكن لا نشاهده بأم أعيننا، نشاهد كما عرضتم على التلفاز هذه القصص المروعة وهذا الصمت العربي. يعني أنا أقول أخجل
يعني أقول أنا كإنسان مراقب يعني أخجل وأحزن ويتقطع قلبي، لكن أنا أقول أن هناك فعلا عجز لدى الدول العربية، عجز غير مقبول، عجز لدى تركيا غير مقبول، لأن القضية لا تتعلق بالوضع الجيوسياسي، القضية تتعلق بالوضع الإنساني. يعني عندما تقف دولة مثل تركيا مهما كانت النتائج، أنا لا أقول أن هناك ستكون نتائج، لكن أنت عندما هناك قضية تصبح بهذه الإنسانية وبهذه الخطورة يجب أن تخطي الحاجز التي نسميه نحن الحاجز العقلاني أو المعقول، هناك حاجز إنساني يجب أن تقفز فوقه وتنقذ هؤلاء. يعني على أتاتورك وعلى الدول العربية الإسلامية كلها مجتمعة أن تقف وتقول يعني كفى ولا نريد أكثر من ذلك، وعلى هذه الجيوش أن تفعل شيئا. يعني لماذا لا تفعل؟ يعني هذا أقول لك المصيبة الكبرى، لأنه إذا ذبحنا اليوم في حلب سنذبح غدا في أماكن أخرى وهكذا دواليك. والقضية أنه إن شاء الله الأمل لن يموت وهذا الدين لن يستطيعوا أن يوقفوه أبدا، لكن المشكلة أن التضحية والثمن سيكون عاليا وباهظا جدا. لكن أنا أقول ما يمكن لهذا النظام الذي فعل هذه الأفاعيل أن يقبل وأن يصبح يعني مقبولا في الساحة الدولية ولدى العرب. وإذا ما حدث ذلك فأنا أقول إننا نتخلى عن إنسانيتنا. ولكن للأسف سنأتي للحديث عن هذه النقطة، يبدو أن الأمور ستسير في هذا الاتجاه. أيضا دكتور، ما دمنا نتحدث عن الحركة الشعبية، الحركة الشعبية في أوروبا أيضا لا نرى أي تحركات، لا نرى أي مظاهرات، يعني سواء من العرب، المنظمات العربية أو الإسلامية الموجودة في لندن أو في أوروبا، لماذا هذا التراجع أيضا؟ يعني إن كان عامل الخوف كما ذكرت في الدول العربية قائم، إذا أردتم ألا يحدث لكم ما حدث في سوريا لا تخرجوا، إن كان من هذا القبيل، في أوروبا ما الذي يمنع العرب والمسلمين من الخروج؟ أنا أقول لك يعني شغلي وحدي أنه في أوروبا القضية معقدة جدا، أنه النظام عندما استخدم فزاعة النظام السوري فزاعة التطرف وقال حتى مفتي سوريا أننا سنرسل يعني أشخاصا يدمرون في أوروبا إذا وقفتم ضد الأسد. أنا أعتقد أنه هذه العمليات التي حدثت في أوروبا يعني من داعش الأخيرة والتي قتلت المدنيين حرضت الرأي العالم العربي الأوروبي ضد المسلمين، وأصبح هناك حالة من العداء للمسلمين، حالة واضحة ومتأصلة مع صعود التيار اليميني. يعني العالم كله يشهد تغيرات، نحن نرى أوروبا الآن في حالة يؤسف لها، يعني هناك بريطانيا تريد أن تخرج من الاتحاد الأوروبي، وهناك ترامب يقول أنا ليس لدي مشكلة مع الروس، وهناك اليمين المتصاعد، والمسلمون في أوروبا هم أكثر ناس تعرضا أصلا للتساؤلات والشك بوطنيتهم ومواطنتهم. فأنا أعتقد أن كل هذه الأمور مساهمت في أنه هذا الخمود لدى الشعوب الأوروبية والجاليات الإسلامية. هل هذا مقبول؟ طبعا لا، ليس مقبول، لكن هذا هو الواقع. نعم، أيضا يعني إذا أردنا يعني في ظل هذا المشهد أن يعني أن نتحدث بواقعية، كيف يمكن قتل المدنيين بهذه الطريقة ما دام عنصر القوى يفرض نفسه، الروس هم من يتحركون ومن يقودون الأمور. خلال اليومين الماضيين تم الحديث عن تطور هام جدا، عن اتفاق يضمن خروج المعارضة بشكل آمن، اتفاق أمريكي روسي، روسيا بعد ذلك نفت، المعارضة حتى الآن لم تستجب لمثل هذه الدعوة. برأيك المعارضة الآن كيف يفترض أن تتصرف داخل حلب ليتم وقف قتل المدنيين؟ يعني المعارضة داخل حلب ليس بيدها شيء، هي محاصرة وهي تقاتل حتى الرمق الأخير. يمكن لا يمكن أن نطلب منهم شيء، بل نحن نقول أننا نتوجه بالدعاء لهم، هذا كل ما نستطيع أن نفعله. والتاريخ سيسطر بلا شك بطولتهم وقوتهم في الوقوف وعدم الاستسلام. أما الاتفاق الأمريكي الروسي، أنا أعتقد أنه أمريكا حسمت موقفها منذ زمن بعيد، وهي أن هذه الثورة السورية لا تستحق المناصرة ولا تستحق أن تغير النظام، وأن هذه المفاوضات التي كنا نشاهدها ما هي إلا عملية يعني تستر لهذه المأساة التي استدرج إليها المقاتلون. طبعا هل كان بإمكانهم أن يتجنبوها؟ نعم كان بإمكانهم أن يتجنبوا ذلك، لكن ما حدث حدث وما وقع وقع، لأنه أنا أعتقد أنه هناك إشكالية في الثورة السورية، وهو انفصال القيادة السياسية عن القيادة العسكرية وتشرذم القيادة العسكرية. ونحن شاهدنا من الشريط يعني مدى الحنق ومدى الغضب ومدى المأساة الذي كان يناشد بها، اختتال بين فصائل المعارضة. فهذا كله يعني سبب أدى إلى عدم خروج هؤلاء من حلب، لأنه لا توجد خطة استراتيجية لسوريا وما بعد سوريا. يعني أنا ما يخوفني أكثر، لنفترض أن لأن هذه الثورة انتصرت على الأسد، لنفترض
أنا أتصور أنه سيكون هناك تقاطر رهيب فيما بين العناصر والفصائل، لأنهم لم يتفقوا على شكل واحد إلى أين، كيف يسيرون بسوريا إلى الأمام، ماذا يريدون، كيف يبنون علاقتهم. اللي شاهدناه بسوريا هو اقتتال القل ضد القل داخل هذه البقع، يعني والأسوأ شيء الذي أفرزته الثورة السورية أنه هذا التطرف الداعش الذي ذهب إلى أوروبا وسود وجه الثورة وسود وجه المسلمين وجعل هؤلاء يتفرجون ويقولون نتخلص منهم. وأنت تدين أنه بالأمس في بريطانيا رجل كان يحمل سكينا وقال أنا أريد أن أقتل مسلما. فأنت تعرفين مدى يعني مأساة المسلمين الذين يعيشون في هذا البلد. هذه الوضع المأساوي. أنا أقول وأعلق، لا يوجد أمل إلا واحد الآن، وهو أنه على الدول العربية وبقيادة المملكة وتركيا بالذات أن يصعدا من مواقفهما ولا يعني يقبلا بهذه المأساة التي تحدث. ولكن هل الأمور تسير بهذا الاتجاه أم أن يعني ترى أنهم يلتزمون الحياد والصمت سواء كانت الدول الخليجية أو حتى تركيا؟ نعم، لذلك أنا أقول يجب أن يتحركوا، لأن هذه القضية ليست قضية سوريا أو حلب، لا قضية هؤلاء الناس المحاصرون المدنيون لا يمكن حصرها في حسابات استراتيجية ولا في حسابات سياسية. هذه القضية يجب أن تتجاوز كل ذلك ويضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ضغطا شديدا. وأنا أعتقد أنه إذا ما خرج أوباما وقال كفى إذا كفى لن يجرؤ بوتين على أن يفعل شيئا. أنا واثق تماما بذلك، وما يجري هو تغطية أمريكية واضحة ومكشوفة وصمت أوروبي، وهذا شيء مخجل وستذكره الأجيال أجيال بعد أجيال، أن هذه أن الذين يتشدقون بحقوق الإنسان وبالعدالة وإلى آخره وإلى آخره سقطوا كلهم في هذا الفخ. يعني كلام هذا يعني أنا أعتقد إنشائي، لكن الحقيقة ليس بوسعنا أن نقول أكثر من ذلك. يعني هناك قوة كبرى تركية موجودة على الحدود، يعني كبرى كانت يوما ما ولا تزال يعني بتستطيع أن تواجه الاتحاد السوفيتي، تقف متفرجة ولا تفعل شيئا لأنه همها الأكراد أن يقيموا دولة أو لا يقيموا دولة. وهناك دول عربية، يعني حتى أنت انسي دول الخليج التي تفعل ما بوسعها، انظري إلى الجزائر، انظري إلى المغرب ماذا يفعلون. يعني أنا أفهم أن العراق لا يفعل شيئا لأن المسلمين يقتلون في العراق أيضا. يعني مأساة بكل معنى الكلمة. لكن أنا أقول أن إيران إذا انتصرت لا سمح الله في سوريا والله لن تحصد إلا الكراهية والحقد، وأن ما زرعوه في هذه الأرض يعني لا يمكن يعني في سنين أن يذلوه، لأن الكراهية تعمقت وتأصلت. صحيح، الطائفية يعني الوجه الآخر لها والأهم. دكتور هشام مروى نائب السابق لرئيس الائتلاف الوطني السوري من جدة ينضم إلينا، أهلا بك دكتور هشام. يعني بداية كيف تعلق على هذه المجازر والإبادة التي تحصل في حلب؟ السلام عليكم وعلى ضيوف الكريم وعلى أخوة المشاهدين. الواقع يعني أول ما يتبادر إلى الذهن يعني الموقف الذي كنا نسمعه من الروس أو من غيرهم عندما يقولون مؤسسات الدولة، هذا الجيش هو المؤسسة التي يزعم أنها مؤسسة الدولة، تقتل أبنائها، تعدم أبنائها ميدانيا، أحداث عن جرائم اغتصاب، قتل نساء وأطفال. الواقع أن مؤسسة الدولة في سوريا أو مؤسسة الجيش في سوريا التي أفسدها الأسد، الواقع أصبحت فعلا جزء لا يتجزأ من هذا النظام، وعملية إدماجها أو اعتبارها جزء مرحلة انتقالية يمكن أصبح جزء من الماضي ولا يمكن اعتباره بشكل الأشكال. لكن ما أقوله إن ما يجري لن إطلاقا يكون سببا في انتهاء الثورة، ستكون وقود للثورة. الجرائم التي تحدث تختزن في ذاكرة الأمة، تختزن في ذاكرة الشعب، في ذاكرة أبناء البلد أنفسهم، ثم تتفجر بشكل أو بآخر فعلا ثوريا في يوم من الأيام في وقت من الأوقات أو في مكان آخر، وهذا ما ينتظر. الثورة تمتد بناء على هذه الجرائم التي ترتكبون، وهناك إلى مناطق يسيطر عليها النظام وتكون هي المفاجأة الأكبر التي قد تحصل، وبالتالي تقلب الموازين على رأس النظام وحلفائه من الموتورين الطائفيين الذين يمارسون القتل للأسف بسادية منقطعة النظر. يعني دكتور هشام، ربما السؤال الكبير الآن كيف يمكن يعني فعلا قتل المدنيين بهذه الطريقة وبهذه الوحشية في حلب في ظل هذا الصمت العربي الإقليمي الدولي على هذه المجازر؟
يعني للأسف الشديد عندما تكون طرف، عندما تكون دولة عظمى يشترط فيها أن تحترم القانون الدولي وقانون حماية القانون الإنساني الدولي، حماية المدنيين وغير ذلك، تكون طرف أسد الروس، تكون طرف في هذه المجازر، فعندها فعلا ينبغي أن يعاد النظر في آلية تشكيل واتخاذ القرار في المنظمات الدولية وعلى رأس مجلس الأمن. لعله من المفيد جدا أن نشير هنا إلى ضرورة التحرك خارج مجلس الأمن. الائتلاف الوطني وقوى الثورة بمعظم يعني فصائلها تؤكد على أن مجلس الأمن عاجز على اتخاذ أي قرارات لحماية المدنيين. العمل يجب أن يكون مركزا على عمل ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار اتحاد مجلس لتشكيل قوة لحماية المدنيين في سوريا وفي العراق وفي كل المناطق التي تعرض لها المدنيون إلى جرائم من هذا النوع. نعم، هناك أيضا حديث دكتور هشام من المعلومات الواردة عن خروج بعض فصائل المعارضة من منطقة حلب الشرقية أو أحياء حلب الشرقية، هناك منهم من خرج. السؤال، هل يعني فصائل المعارضة يمكن أن تستجيب للاتفاق الأمريكي أو التفاهمات الروسية الأمريكية الأخيرة التي لم تعلن بشكل رسمي؟ إلى أي مدى يمكن أن يعني تتم الاستجابة حسب المعلومات الواردة لديكم، إن كنت قادر أن تفيدنا بذلك؟ يعني استطيع ان اقول وبكل بساطه، يعني صرح لافروف امس ان المباحثات الروسيه الامريكيه بخصوص خروج المقاتلين وخروج المدنيين قد وصلت لطريق مسدود وانتهى الامر. يعني الان البحث يمكن الانظار متجهه الان الى لقاء اذا يجمع الروس والاتراك وليس الروس والامريكان لمناقشه هذه المساله. نحن حريصون كل الحرص على المدنيين، كما قلت الأخوة المقاتلين قادرون على الدفاع عن أنفسهم، إعادة تمركز انسحابهم، يعني مستعدون لذلك. أما المدنيون الذين يجلسون في بيوتهم آمنين لا يعلمون أين يأتيهم الموت الحقيقة أو يأتيهم قوة الطغيان، هؤلاء هم الذين، الآن نتحدث عن حوالي 100 أو 150 ألف، هؤلاء هم الذين يعني ينبغي العمل من أجل إنقاذهم بما نستطيع بأي شكل من الأشكال. نعم، أعود لك دكتور أحمد، يعني نحاول أن نركز قليلا على الوضع الإنساني للمدنيين في حلب. موضوع ربط المساعدات، يعني حتى منذ بداية الأزمة السورية وحتى الآن استخدام سلاح التجويع والحصار كأحد أدوات النظام وحلفائه، حتى اللحظة وفي ظل هذا المشهد الإنساني المأساوي وحتى في ظل التفاهمات أو ما سمي بالتفاهم الأمريكي الروسي الذي لم يكتب له نجاح كما قال الدكتور مروة وصل إلى طريق مسدود، حتى هذه اللحظة موضوع المساعدات كان أحد البنود، إن خرجت المعارضة سندخل المساعدات، ألا يعتبر هذا بحد ذاته جريمة حرب دولية يعني؟ طبعا يعني ما يجري هو كله يعني مخالف للقوانين والمعاهدات الدولية التي توصلت إليها الدول من أجل الحد من الكارثة الإنسانية. لكن كما قلت لك هناك، يعني خلينا نقولها بوضوح، هناك يبدو قناعة دولية بأن المسلمون السنة بالذات، يعني خلينا نقول يعني نأسف أن نقول هذه العبارات، لكن هذا ما نراه أمام أعيننا، يجب أن يلقنوا درسا، يجب أن يلقنوا درسا، ويجب أن يعرفوا أن قضيتهم ليست قضية تاريخية بمعنى أنهم كانوا دولة عظمى وأنهم يريدون إعادتها إلى آخره. هم مجرد جماعات يجب أن تعرف حدودها ويجب أن تعيش ضمن تلك التقسيمات التي أوجدها الاستعمار ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولا يجب أن يقبل ولو حكمتهم أقليات ولو كان ذلك مخالفا للديمقراطية التي يتشدقون بها. أنت قمت نقارن بشكل بسيط جدا، عندما يعني ذهب داعش إلى العراق وسيطرت على قبل الموصل على الجماعات اليزيدية، وبدأ العالم يتحدث عن هذه الجماعة وأنها معرضة في سنجار. نعم في سنجار، وأنها معرضة للانتهاك، وبدأ الطائرات تسقط المساعدات الإنسانية من الجو والعالم كله. طيب لماذا لا إذن هناك قضية أن هؤلاء الجماعات السنية يجب أن يلقنوا درسا، ويجب أن يعرفوا مكانهم، ويجب أن لا يفكروا يوما بأن يكون لهم يعني مجال قوي وواسع يقولون أننا كنا دولة ما عظمى. الحقيقة هذا الذي أستطيع أن أقوله، لأنه هذا الذي أنا أشاهده، يعني أنا يعني بحياتي ما كنت أتحدث في هذه اللغة، لكن ما أراه أمام عيني هذا فردت. هو نعم هذا هو الواقع وهذا هو الحقيقة، وهناك صمت يعني مخجل عربي وتركي وحتى ماليزي وحتى جزائري وحتى مغربي، وأنا أقول يعني عار على هؤلاء
فعلا أن يقفوا موقف الصمت والمتفرج على مأساة لا يمكن لأحد يعني يقبل بها. سأعود لهذه النقطة دكتور أحمد، وهي نقطة هامة جدا إذا أردنا نتحدث عن الموصل وعن حلب من حيث المكون الذي يعيش في هذه المنطقة، وفعلا إن كان استهداف لذلك. لكن دكتور هشام، في نفس الإطار وفي نفس الفكرة، موضوع التهجير، يعني عندما تدخل قوات النظام إلى بعض المناطق التي يتم بين قوسين كما يتم الحديث إخلاءها من المعارضة أو تحريرها مهما كان المسمى، لماذا يتم تهجير السكان؟ لماذا يتم نزوح السكان من أحياء حلب الشرقية باتجاه مناطق النظام، تفريغ هذه المناطق؟ هل هناك ضمان لعودتهم؟ يعني لماذا لا تدخل هذه القوات تفرض الأمن ويبقى السكان في أماكنهم؟ الواقع موضوع التهجير الذي تتفضلين عنه الحقيقة هو نتيجة يعني القصف المستمر على المدنيين. عندما يعني حدث على حي الشيخ سعيد مثلا، كما جاءت الأخبار، قصف لمدة 48 ساعة، قصف لمدة 48 ساعة، يعني تحدث عن آلاف الآن في يعني مدفونون، عن آلاف مدفونين الحقيقة في بيوتهم. فعندما تنتشر هذا النوع من القصف ويستشري، بالتأكيد الناس ستبحث عن مخرج، لكن خروجهم باتجاه مناطق النظام الحقيقة أدى إلى خسارة اعتقال كثير، تحدث عن آلاف الحقيقة تم اعتقالهم، وفي جزء منهم من الشباب الذين يلزج بهم الآن في محرقة جيش الأسد من أجل استخدامهم وقود مرة أخرى للمعركة يخطط لها النظام هنا وهناك ضد شعبه في سوريا. يعني الخروج بالتأكيد ليس نهائيا، يعني أريد أن أؤكد يعني هل هناك ضمانات بعودتهم مرة أخرى؟ يعني هل هناك ضمانات بعودتهم مرة أخرى لهذه المناطق؟ يعني إذا أردنا أن نتساءل، من سيمسك بالأرض في حلب بعد أن تخرج المعارضة منها؟ هل نتوقع نفس السيناريو الذي كان يحدث في الموصل أو في مناطق سنية أخرى، بأن لا يتم عودة السكان لهذه المناطق؟ الحقيقة أنا أستبعد الحق أن يمنع أحد من العودة إلى حلب. حلب الحقيقة محيط كبير جدا لا يمكن، وأيضا الموصل، يعني الحديث عن تهجير الطائفة واستبدالها بآخرين، يعني هذا أمر مستحيل في مدينة مثل حلب. قد يصح الحديث عنه في قرية صغيرة أو في منطقة صغيرة، أما عندما نتحدث عن بلد بحجم حلب عدد سكانه بحدود 6 ملايين إنسان، من خرج منهم سيعود بكل تأكيد، وعودته عاجلا أو آجلا ستقلب الطاولة أو المنقلة على من يخطط لأي توطين. مهما يعني عندما تنتهي هذه الثورة وعندما تنتصر، كل من يعني عمل على أن يزرع في هذه المناطق هو جسم غريب لا يمكن أن يقبل إلا إذا كان متجانسا مع هذه المنطقة. لا يمكن في حلب في غيرها من هذه المناطق أن يبقى شخص تم غرسه بهذه الطريقة. على العكس، يعني السوريون مفتحون على أهل حلب وأهل دمشق، مفتحون على كل الطوائف. نعم. أما أن تأتي القضية بمعنى تهجير عرقي فهذا أمر محال، واستبعد حصوله، ومن العبث الحقيقة إذا ظن يعني النظام وأتباعه أنهم قادرون على إنجاز أمر بهذا النوع في هذه المرحلة بالذات من الوعي المتميز عند أهل البلد. نعم. لضرورة البقاء وضرورة الحفاظ على الهوية. نعم. هل تتفق مع الدكتور هشام أن مثل هذا السيناريو مستبعد، بالربط بين النقطة التي كنت تتحدث عنها وبالربط ما يحصل بالموصل؟ وأيضا هناك حقائق على الأرض، أن هناك مناطق تم إفراغها من سكانها، خاصة التي يعني أصبحت في ضمن الشريط الكردي، سواء في العراق وسواء في سوريا، أيضا على الحدود، وحتى في مناطق سنية لم تعطى للأكراد، ولكن السكان لم يعودوا لها في الموصل وفي العراق وفي الأنبار. يعني أنا لا أعتقد أنه يستطيعون أن يغيروا الديمغرافية السكانية لحلب، لكن بوسعهم أن يجعلوها مختلة، معناه إدخال عناصر تبقى في هذه البلد، تغيير التوازن. نعم، يعني إدخالها في ذلك. وهل هم بيستطيعون يفعلوا ذلك؟ نعم يستطيعون. الذي يستطيع أن يقصف بهذه الوحشية ويقتل بهذه الوحشية ويدمر بهذه الوحشية ليس قادرا بأن يجذب جماعات من الناس ويضعهم في المدينة؟ بالطبع هو قادر. يعني المنتصر يفعل كل شيء، والمهزوم ما عليه إلا النحيف. يعني هذا واقع يجب أن نعيشه. القضية الآن أنا أعتقد أنه المعارضة السياسية والأخ هشام منا، يعني يجب أن يكونوا خلاقون، يجب أن يكون لديهم استراتيجيات. يعني حدثت نكسة، ما المشكلة أن تحدث نكسة؟ سقطت مدينة، ما المشكلة أن تسقط مدينة؟ ماذا سنفعل بعد ذلك؟ كيف سنرتب أمورنا؟ كيف سنقف؟ كيف نعيد لهذه الثورة وهجها؟ هذه
هذه الأمور لا أسمعها أنا. أنا لست قائدا عسكريا، أنا صحيح. مجرد محلل صحيح. لكن هؤلاء الذين يتبؤون مركز القيادة سواء من العسكر أو من السياسة عليهم أن يجيبوا على تساؤلات. هم وحدهم المسؤولون عن هذه الكوارث لأنهم الذين يتصدرون ويقودون. يعني لا يمكن أن نخفي المسؤولية عن هؤلاء. يجب أن يقولوا لنا ماذا بعد حلب، ماذا يجب علينا أن نفعل. يجب أن يوضحوا لنا لماذا تركيا لم تتحرك. يجب أن يوضحوا لنا لماذا حدثت هذه المأساة ولم نستطيع أن نتجنبها. إذا ربطنا كل هذه الأمور بأمريكا فنحن نعرف أمريكا أنها يعني ضالعة 100% في هذا. أوباما منذ اليوم الأول وهو يتفرج على الدماء تسفك وهو يقول بأن هؤلاء مجرد ثورة فلاحين ومزارعين إلى آخره، ويستهزئ بهم منذ اليوم الأول. فلماذا لا نجد خطط بديلة؟ نعم، سأنتقل بكل هذه التساؤلات للدكتور هشام مروى، إن كنت استمعت إليها بوضوح دكتور هشام لترد عليها. نعم استمعت عليها، أقدر الحقيقة هذا التساؤل وهذا الإحساس اللي عند الضيف دكتور أحمد عجاج، وأؤكد له لو يعني فقط. نعم دكتور أحمد، الحقيقة ما أريد قوله فعلا، يعني ما يتحدث عنه هو فعلا ما جرى الحديث عنه، ويجب الحديث عنه من فترة طويلة جدا في أروقة المعارضة السياسية حتى والعسكرية. الاجتماعات متواصلة، لعلكم سمعتم مؤخرا عندما أعلن الأستاذ أنس العبد رئيس الائتلاف في مؤتمره الصحفي من أيام، يعني يوم الأحد الماضي الاثنين الماضي فيما أذكر، أعلن عن استراتيجية جديدة تخوضها المعارضة السورية يعلن عنها خلال 15 يوما. يعني العمل على الاستراتيجيات وعلى البحث، وفعلا موضوع ما بعد حلب ما بعد حلب ما يمكن العمل من خلال التوافقات الدولية. حتى الآن في تغير على مستوى الإدارة الأمريكية، كيف يمكن التعامل مع هذا المتحول الجديد والمهم بالنسبة للثورة السورية. أيضا ما الذي يمكن عمله مع الأخوة الأشقاء على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني كثير من الأمور الحقيقة موجودة. فأطمئن الأخ، بالتأكيد نحن مقصرين، نحن محتاجين إلى مشاركة ومساهمة كل الأخوة في الثورة السورية وفي المعارضة السورية الذين يحملون الهم نفسه، لأن كما تعلمين مهما كانت تبقى القضية قضية هم للبلد ككل، للسوريين ككل. فمفتحون وعاملون، يعني ننتظر ومن منبرك يعني الأخ دكتور أحمد أو غيره، نحن فعلا مفتحون لنسمع منه ما يمكن أن يفيد منه أو من إخوة الآخرين بذات الحماس والإخلاص في القضية. نعم. بالوقت نفسه نحن نعمل، وسيصدر شيء قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور هشام مروى النائب السابق لرئيس الائتلاف الوطني السوري من جدة على هذه المشاركة. هذه التغطية مستمرة معكم، ولكن بعد هذا الفصل القصير ابقوا معنا. بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المباشرة حول حلب. الآن ينضم إلينا السيد أبو حسن الناشط الإعلامي السوري من الحدود السورية التركية. أهلا بك سيد أبو الحسن معنا. بداية، كيف تصف لنا الوضع على الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أجمع السادة المشاهدين. طبعا الوضع على الأرض محرقة حقيقية. الثوار والمدنيون الذين يعني عددهم يتراوح بين 50 إلى 100 ألف إنسان محصورون في أحياء قليلة بضعة كيلومترات مربعة، والقذائف والصواريخ والطيران الحربي والمروح يستهدف هذه المنطقة الصغيرة المكتظة بسكان بمختلف أنواع الأسلحة، بالإضافة لمحاولات متكررة من قبل قوات النظام والميليشيات الطائفية المتحالفة معها للاقتحام من عدة محاور. الوضع حقيقة يعني إنسانيا ليس هناك أسوأ من هذا الوضع بالمطلق. لم يمر على ما أعتقد على مر الإنسانية وضع بهذا السوء، أن يتفرج الناس على هذه المجموعة من الناس تقتل وينكل بها بدم بارد، ولا أحد يحرك ساكنا. كان هناك يعني عمليات خداع وعمليات مراوغة من قبل الروس والأمريكان. اليوم تقول أمريكا أنها اتفقت مع الروس على إخراج المدنيين وإخراج المقاتلين عبر ممرات آمنة حتى تمنيهم وتفت من عضدهم. في اليوم التالي تقول أن هذا الاتفاق لم يتم، وهكذا. يعني هي عملية خداع تقوم بها أمريكا وتقوم بها روسيا لهؤلاء الناس، ويتم قتلهم. هناك نساء وأطفال، يعني لا أحدثك عن فقدان المواد الغذائية، فقدان المحروقات، فقدان الكهرباء، المياه. هذه أمور أصبحت معروفة، لكن القصف المكثف جدا، يعني لا أحد يستطيع أن يمد رأسه من النافذة خوف أن تقتله شظية أو تصيبه شظية فترديه. هناك يعني أناس ما زالوا تحت الأنقاض، لا يستطيع، ليس هناك معدات وليس هناك أشخاص قادرون على
اخراجهم من تحت الانقاض، هناك جرحى لا يمكن اسعافهم، لعدم توفر المستشفيات، عدم توفر الاجهزه، عدم وجود الاطباء. حقيقه يعني اكثر من شخص من داخل المدينه قال لي ان في حلب في هذه الاحياء قيامه حقيقيه، يعني مشاهد من مشاهد يوم القيامه تحدث الان في هذه الاحياء، والكل حقيقه العالم كله يتفرج ينظر ويسمع ولا يحرك ساكن للاسف. يعني قد يعني نعم. عتب الاكبر حقيقه هو على الفصائل العسكريه التي المتواجده في ريف حلب الشمالي بالتحديد، التي انضمت الى ما يسمى درع الفرات، والتي تقاتل الان في مدينة الباب، رغم أن حلب تباد وتقصف وتدمر، ويحاول الصفويون دخولها ويحاول الروس دخولها، لكن هذه الفصائل تقاتل في مدينة الباب. العتب على الدول الكبرى في المنطقة، تركيا والعربية السعودية، التي لم تحرك ساكنا، بينما إيران تزج بقواتها وبشكل علني في داخل مدينة حلب منذ سنوات وهم لا يحركون. العتب أيضا على علماء الدين الكبار، صحيح، الذين يحركون بفتاويهم، أراهم صامتين. يعني أنا أريد أن ألفت ملاحظة بسيطة فقط، في قتال تنظيم الدولة داعش كانت الفتاوى يعني ما شاء الله تنهمر انهمارا، وهذا يقول لمن يقاتلهم أجر 70 شهيد، وهذا يقول لمن يقاتلهم أجر شهيدين، والكل يفتي بجواز التعامل مع درع الفرات وبجواز الانخراط به. الآن هؤلاء صامتون لا يحركون ساكنا. أخص بالذكر العلماء السوريين أولا، ثم بعد ذلك علماء الأمة عامة، قادة الأمة رؤساؤها وملوكها. لا أدري لماذا لديهم جيوش ولماذا لديهم طائرات. هل إيران لديها جيش لتحتل به بلادنا ونحن لدينا جيوش نستطيع أن ندافع بها عن أعراضنا وعن أنفسنا وعن بلادنا وعن ديننا؟ نعم. هل يعني إيران لديها اقتصاد تخاف عليه لا تخاف عليه، بينما يعني تركيا لديها اقتصاد تخاف عليه وتخشى على اقتصادها وتضحي بجيرانها وأشقائها من أجل وأشقائها في الدين من أجل اقتصادها، بينما إيران تقطع الدول لتأتي إلى سوريا وتقاتل فيها؟ هل نعم. علماء الشيعة، واعذروني على هذه الكلمة، هم يعني أشجع وهم أصدق من علماء السنة؟ أنا ربما يعني الكثير الآن بدأ يعني يتساءل في نفسه، يشك، هل ما يعني هل هؤلاء على حق أم لا؟ لماذا يأتون ويقاتلون ولديهم ميليشيات بأسمائهم، بأسماء المراجع الدينية لديهم، بينما علماؤنا صامتون حقيقة، يكتفون بتغريدة على تويتر؟ نعم صحيح، يعني كل هذه تساؤلات يحق للشعب السوري حقيقة في ظل هذا الوضع المأساوي أن يسألها وأن يستفسر عنها كما ذكرت سيد أبو الحسن. أيضا بعض المصادر تحدثت، لنستفسر منك أكثر، عن إعدامات ميدانية تتم، حقيقة ودقة هذه المعلومات التي تحدثت عن هذه الإعدامات؟ أول شيء يعني نظام يستهدف شعبه بالسارين ويستهدف المدارس والمساجد والمشافي، هذا يتوقع منه كل شيء حقيقة. الأمر الآخر أن يعني وضع سكان مدينة حلب وضع مأساوي للغاية في هذه الناحية بالضبط. يعني هم ترك لهم المجال فقط لأن يذهبوا إلى مناطق النظام تحت سيطرته، فحتى العائلة التي يقتل أحد أبنائها أو يعتقل حقيقة لا تجرؤ أن تقول أن ابنها قتل أو تم تصفيته أو اعتقل، لأنها تخاف على المعتقل في المعتقل أن يصفى، وعلى أهل القتيل أو أهل الشهيد أن يتم يعني أذيتهم وتصفيتهم أيضا هم، لأنهم تحت رحمة النظام. هذه حقيقة يعني حقيقة مرة. كل عائلة في الأحياء المحاصرة هناك لها أقرباء في نعم في الأحياء التي يسيطر عليها النظام. الأعداد أكبر، أنا لم تصلني أسماء دقيقة، إنما أسماء عائلات في بستان القصر أو في الكلاسة بيت سندي غيرهم، ممن كان عدد من أبنائهم في صفوف الثوار فتم الانتقام من هذه العوائل بقتلها. لم تردني أسماء وأعداد دقيقة، لكن أنا من خلال خبرتي ومن خلال معرفتي أجزم أن العدد أكبر مما وصل حقيقة، وأن هذا النظام لا يتورع عن فعل أي شيء. أعداد المعتقلين كبيرة جدا، يتم سوق من هم في سن التجنيد ومن هو قادر على حمل السلاح، يتم سوقه إلى التجنيد وإلى الجيش وإلى الخدمة الاحتياطية ليعود ويقاتل إخوته الذين كان معهم منذ أيام. من هو قادر سن التجنيد يعتقل ليتم ابتزازه أو يقومون بأعمال تسخير له أو تصفيته أو يعني ابتزاز أهله
بالمال. شكرا. هذا حقيقة ما يحصل. شكرا جزيلا لك أبو الحسن الناشط الإعلامي السوري من الحدود السورية التركية على هذا الشرح والتفصيلات للواقع المأساوي في حلب. أعود لك دكتور أحمد، ما بعد حلب، احتمالات الحل في حلب، كيف ستنتهي هذه المأساة، أو هذه المأساة كيف ستقود لأي حل سياسي سيفرضه الروس الأقوى؟ الحقيقة كله متوقف على الرئيس الأمريكي عندما يتسلم السلطة، وأعتقد أن الرئيس الأمريكي حدد أولويته. هو قال أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تنظر في مصالحها المباشرة، وهو بمعنى أنه المصلحة هي المصلحة الضيقة، بمعنى أن أمريكا تتدخل فقط عندما تتعرض مصالحها المباشرة للخطر. مثلا القاعدة تعرض مصالح أمريكا المباشرة للخطر، داعش كذلك، فلذلك هي تتحرك عندما يكون الحرب ضد داعش والقاعدة. وبما أن الروس يضربونهم حسب رأي ترامب داعش والقاعدة، فهو لا يرى ضيرا بذلك. وهو قال في حملة الانتخابية يعني في قبل نهايتها وقبل أن تعلن النتائج، أن حلب وحينها كانت محاصرة ولا تزال يعني في الصور في معرض القوى ستسقط، إذ لم تسقط بعد أيام، أي أنه كان يتوقع سقوطها. وبالطبع هو لا يتكلم من فراغ، بما أنه هو مرشح ولديه اطلاع على التقارير السرية ويعرف بالضبط ماذا يجري. فهو يرى أن سوريا يجب أن لا يكون فيها للإسلام المتطرف، والإسلام المتطرف هو الإسلام الذي يريد أن يصل للسلطة وتسميه الإسلام السياسي. وبالتالي أنا أعتقد الرؤية التي هو يخطط لها، وبوتين وغيره وبعض الدول العربية، يعني عندك الجزائر، عندك مصر وغيرها، يريدون من سوريا أن تكون دولة علمانية، بمعنى أنه ما في هناك طبقة، وأن يبقى التقسيمات الموجودة، لا يمانعون أن تحكم من طريق أقلية لكن ببعض الحريات للآخرين، لكن هذه تتم في المراحل النهائية حسب تصورهم، يعني ليس بالضرورة هم يتصورون أن يحدث. هناك طبعا دول إقليمية تعارض، يعني أعطيك مثلا وهي تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر وغيرها، لكن إلى أي مدى بوسعها أن تغير هذه الرؤية؟ هو الحقيقة هو هنا المحك، يعني لديها القوة ولديها الوسائل وبوسعها أن تقلب معادلات عن طريق الدعم الحقيقي للثوار وعن طريق، لكن أنا أعتقد أن هذه الدول هي في فترة انتقال، لأنه ترامب قادم جديد وتريد أن تتوطد العلاقة معه وتقيم اتصالات وبضوئها ترى ماذا سيفعل. نعم. ولهذا استغل الروس هذه الفترة يعني. صحيح. أشرك معي الدكتور ياسر النجار رئيس المكتب السياسي في المجلس الوطني السوري من الحدود السورية التركية. أهلا بك دكتور ياسر، يعني كيف تعلق على الوضع في حلب في ظل هذا الوضع والصمت العربي الإقليمي الدولي إزاء هذه المجازر؟ مساء الخير. يعني حقيقة لا يوجد أي إرادة حقيقية لا من الدول في العالم ولا من أي مؤسسات دولية، سواء مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو أي شيء، بخصوص إيقاف هذه المجزرة التي تحصل في مدينة حلب. الجميع مسؤولون مسؤولية واضحة ومباشرة، وحقيقة يترك الشعب في مدينة حلب يستفرد به الميليشيات الطائفية. نحن الآن نطرح عمليا دعوات واستغاثات تصلنا من الداخل مدينة حلب، تقول حول عملية تطهير ديموغرافي، تقول حول عملية تطهير على مستوى مذهبي، والسبب أن القوات التي تستغل أو تمارس هذه العمليات على الأرض هي قوات ميليشيات شيعية. نحن نتكلم عن حوالي 60 فصيل يتبع لإيران، هو الذي يعني يتقدم في مدينة حلب ويستهدف المدنيين، والعبارة التي يريد أن يوصلها والرسالة التي يريد أن يوصلها أن كل من يقف أمام المشروع الإيراني سيتعرض إلى هذه المجازر. الرسائل ليست فقط المقصود به والتهديد هو فقط أهلنا في مدينة حلب في المناطق المحاصرة، وإنما أيضا لمناطق النظام. يعني أهلنا في مدينة حلب في مناطق النظام الآن باتوا يخشون على أنفسهم، فيما إذا تركت هذه الميليشيات لتستفرد فيهم. حقيقة وجود هذا الكم الهائل من هذه الميليشيات يوصل رسالة ويطرح تخوف على أنه سيحصل في حلب كما حصل في مدينة القصير، حيث استفرد بها حزب الله وحولها إلى قاعدة عسكرية، وأيضا في الزبداني حيث طرد حتى الموالون والمحسومون على النظام
وايضا فيما في اي مكان نحن نشعر ان هذه الميليشيات الشيعيه ستدعو فيما بعد اسرها وستحول مدينه حلب الى مدينه يعني تابعه للمشروع الايراني. نعم، يعني دكتور ياسر، في ظل يعني هذا المشهد الذي تحدثت عنه واجملته، إلى متى سيستمر قتل المدنيين بهذه الطريقة؟ يعني كيف يمكن وقف هذه المجازر؟ إلى ماذا ستقود؟ هل يمكن أن تقود يعني إلى أي خطة يمكن الحديث عنها ما بعد حلب؟ كيف يمكن إيقافها؟ يعني حقيقة لو كان هناك أي إرادة حقيقية لإيقاف هذه المجزرة لوجدنا أن الأصوات تعالت من الحكومات والدول التي هي معنية بالقضية السورية وتدعي أنها تدعم الثورة السورية. الولايات المتحدة الأمريكية عندما أرادت الحصول على السلاح الكيماوي وجدنا أن بمجرد التهديد الذي صدر عن أوباما كان التدخل الروسي خلال ساعات، وكان الحصيلة أنه تم تسليم السلاح وانتهى الأمر. الآن لا يوجد أي طرح حقيقي فاعل من أجل إيقاف أو حديث يخاطب بها الروس من أجل إيقاف هذه المجزرة. أهلنا في مدينة طيب الرضا يعني هذه حال فقط. اعذرني دكتور ياسر، يعني القبول بذلك على أساس ماذا؟ يعني الصمت العربي كما ذكرنا مع الدكتور أحمد عجاج هنا، العربي أو الدولي أو حتى الإقليمي، هذا الصمت إلى ماذا سيقود؟ اتفاق ضمني على ماذا؟ رضا بماذا؟ لا أرى أن هناك أي ضمانات. الآن نحن نتكلم عن مشروع لإيران في المنطقة، هذا المشروع يريد أن يخلق توازن رعب حتى مع الدول الإقليمية. عندما نرى أن إيران تسيطر على مدينة حلب فهذه رسالة موجهة إلى الشقيقة التركية التي هي يعني غير بعيدة عن هذا الجو، وأيضا عندما يصل الإيرانيين إلى جنوب سوريا فهذه رسالة أيضا موجهة إلى المملكة العربية السعودية. ليس هدف إيران وقف عند استغلالها للعراق وسيطرتها على العراق، ولن تقف لا قدر الله فيما إذا سيطرت على سوريا. لذلك أنا أرى أن الدول الإقليمية لا تستطيع أن تعقد صفقات مع هذا مع الروس او حتى مع هذا المحور الذي يدمر مدينه حلب. الان لا تستطيع وان يكون لديها ضمانات. هذا المشروع يتغول في المنطقه، وهذا المشروع انا ارى حقيقه هو مشروع واضح المعالم منذ عمليه الاحتلال الامريكي للعراق قبل الشقيق. شكرا جزيلا لك دكتور ياسر النجار، رئيس المكتب السياسي في المجلس الوطني السوري من الحدود السوريه التركيه. اشكر ضيفي الذي رافقني طوال هذه التغطيه الدكتور احمد عجاج الكاتب والباحث. شكرا جزيلا لك. بذلك نأتي إلى نهاية هذه الحلقة أو هذه التغطية المباشرة حول حرب الإبادة التي يتعرض لها المدنيون في حلب. إلى اللقاء.